بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ صالح، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن صلاة التطوع، وانتهى بنا الحديث إلى ما ذكره عن صلاة الضحى، ثم قال بعد ذلك: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: وسجود التلاوة صلاة. لما فرغ من بيان صلوات النوافل وأنواعها، ناسب أن يذكر نوعا من الصلاة وهو سجود التلاوة، أي السجود الذي سببه التلاوة، فهو من إضافة الشيء إلى سببه. قال: صلاة، يعني له حكم الصلاة، فيشترط له الطهارة واستقبال القبلة وما يشترط للصلاة على هذا القول أن سجود التلاوة صلاة، فإنه يشترط له ما يشترط للصلاة، فإن ترك شرطا من شروط الصلاة كستر العورة أو الطهارة أو استقبال القبلة أو فإنه لا يصح منه سجود التلاوة على هذا. وإذا كان أيضا صلاة فإنه لا يفعل في وقت النهي، لأنه نهي عن الصلاة في الأوقات التي سيأتي بيانها. فالحاصل أنه إذا اعتبر سجود التلاوة صلاة فإنه تترتب عليه أحكام الصلاة، وإن اعتبر عبادة مستقلة وليس صلاة لم يكن كذلك، وهذا على القول الآخر لأهل العلم أنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة تفعل عند تلاوة الآية التي فيها سجدة. ثم بين من يسن له سجود التلاوة، فقال: يسن للقارئ الذي يقرأ القرآن أن يسجد إذا مر بآية سجدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والمستمع الذي يستمع إليه، يعني يقصد الاستماع. قولكم يكون القارئ إماما له، يعني يسجد بسجوده ويقوم بقيامه؟ أي نعم، يكون تابعا له. إن لم يسجد سيأتي، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأن القارئ هو الإمام. أحيانا نرى القارئ والمستمع ساجدين لكن لا يتم به، فربما يقوم المستمع قبل أن يقوم القارئ من سجدته. لا يضر التخلف اليسير، لا يضر. قال رحمه الله: وهو 14 سجدة في الحج، منها 2. سجود التلاوة 14 سجدة في الحج، منها 2، وهذه 14 بيانها كالتالي: في آخر سورة الأعراف، وفي سورة الرعد، وفي سورة النحل، وفي سورة الإسراء، وفي سورة مريم، وفي الحج 2، في أول السورة 1،
والثانية في آخرها. وفي سورة الفرقان وفي سورة النمل وفي سورة ألف لام ميم السجدة وفي سورة الأحزاب وفي سورة حاميم فصلت وفي سورة النجم في آخر سورة النجم وفي سورة وفي سورة الانشقاق وفي سورة العلق. هذه سجدات القرآن 14 سجدة. نعم. ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. هذا على القول بأن سجود التلاوة صلاة، ما دام أنه صلاة فإنه يكبر له كما يكبر للصلاة. ويكبر إذا رفع، تعتبر الأولى تحريمة والثانية تعتبر تكبيرة انتقال. وأيضا يلزم عليه إذا كان صلاة أن يجلس للتشهد، أن يجلس للتشهد، أن يجلس ويسلم، لم يقل يتشهد. يجلس بعدما يرفع من سجود التلاوة ثم يسلم عن يمينه وعن شماله، وإن اقتصر على اليمين كفى. ولا يتشهد، يعني لا يتشهد قبل السلام، لأن هذا لم يرد، أن هذا لم يرد، فهو يخالف الصلاة في هذا، في أنه لا تشهد له، ويوافقها فيما سبق من الأحكام. نعم. وعلى القول بأنه ليس بصلاة لا في التكبيرات ولا. نعم، على القول بأنه ليس بصلاة فإنه لا يكبر له، لا في حالة البداية ولا النهاية، في حالة الرفع ولا يسلم، ولا يسلم، وأيضا يفعله في أوقات النهي ويفعله وهو على غير طهارة إلى آخره. تبارك الله. وهذا يعني ما يترتب من الأحكام على الخلاف في هل هو صلاة أو غير صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. يكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سرية، يعني صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، كصلاة الظهر وصلاة العصر، لأن المأمومين لا يعرفون أنه مر بسجدة، فلو سجد ربما يفهمون أنه سهى فيحصل التشويش، فتجنبا لهذا التشويش لا يقرأ سجدة، لا يقرأ الآية التي فيها السجدة وهو في صلاة سرية. ولا يسجد أيضا، يكره الأمران قراءة، لأنه إن قرأها ولم يسجد حصلت مخالفة، وإن سجد حصلت مخالفة أخرى وهي تشوش المصلين. فتجنبا لهذا لا يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية وهو إمام. أما إذا كان منفردا فلا بأس أن يقرأ الآية السجدة وأن يسجد فيها ولو كانت سرية، لأنه لا يترتب على هذا محذور. نعم. وإن كان متابعا مؤتما. نعم. أيضا إذا كان مؤتما هذا بيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. ويلزم المأموم متابعته في غيرها. أي نعم، يلزم المأموم متابعة الإمام إذا سجد في الصلوات الجهرية، أما في الصلاة السرية فلا يلزمه متابعته فيها، لأنه لا يدري أنها سجود تلاوة، ربما يفهم أن هذا سهو من الإمام فلا يلزمه المتابعة، ولأنها في هذه الحالة غير مشروعة، في هذه الحالة غير مشروعة، فالمأموم لا يتابعه فيها. نعم. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وذلك من أنواع السجود المستحب، وهو السجود المفرد، نوع ثاني وهو سجود الشكر، الشكر لله عز وجل. متى يشرع
عند تجدد النعم أو اندفاع النقام. أما النعم المستمرة الدائمة فهذه لا يشرع لها السجود، لأنه لو شرع لها السجود للزم أن يكون الإنسان دائما ساجدا. لكن عندما تتجدد نعمة له أو للمسلمين، تتجدد نعمة له خاصة كأن يولد له مولود أو يرزقه الله مالا حلالا وهو يحتاج إليه، أو نعمة للمسلمين كأن يحصل نصر للإسلام والمسلمين وينتصرون على عدوهم، فإنه يسجد للشكر عند ذلك، عند تجدد النعم واندفاع النقام. كذلك إذا كان المسلمون في ضائقة أو هو في ضائقة بمفرده ثم زالت عنه هذه الضائقة وهذه النقمة، فإنه يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. نعم. فما يقول في سجود الشكر شيء؟ مثل ما يقول في سجود الصلاة تماما، لأنه سجود. وله أن يدعو ما شاء. ويدعو بما تيسر. نعم. سلام الله عليكم. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. نعم، تبطل بسجود الشكر صلاة المتعمد، إذا سجد للشكر في الصلاة فإنها تبطل صلاته إذا كان متعمدا وعالما بالحكم، لأن هذه زيادة في الصلاة وقد تعمدها فتبطل بذلك. أما الجاهل الذي يظن أن سجود الشكر جائز في الصلاة، أو إنسان ناسي أنه ما يجوز السجود في الصلاة، فإن صلاته صحيحة للعذر. ولا وسجود التلاوة سجود الشكر في الصلاة لا يصح فيها. لماذا؟ لأن سببه خارج عن الصلاة، تجدد نعمة واندفاع نقمة خارج عن الصلاة، بخلاف سجود التلاوة فإن سببه في الصلاة وهو القراءة. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا ناسب أن يقول تبطل به الصلاة، لأن هذاك من داخلها وهذا ليس من داخلها. إيه نعم. هذا زائد، هذا فعل زائد. نعم. قال رحمه الله: أوقات النهي خمسة. أوقات النهي التي نهينا عن الصلاة فيها خمسة أوقات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة فيها، ثم بينها المؤلف. نعم. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هذا واحد، من طلوع الفجر الثاني، يخرج بذلك طلوع الفجر الأول فإنه من الليل، وإنما المراد الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق الذي لا يأتي بعده ظلمة، والذي قال الله تعالى فيه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا هو الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت النهي عن النوافل. نعم. إلى طلوع الشمس، يستمر إلى طلوع الشمس، كل هذا وقت نهي عن النوافل إلا ما يأتي. نعم. ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. هذا الوقت الثاني، من طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع عن الأفق مقدار رمح، الرمح الذي يستعمله الناس في القتال سابقا، نوع من السلاح، نوع من السلاح. فإذا ارتفعت الشمس عن الأفق قيد رمح انتهى وقت النهي الثاني، لأن الشمس إذا لأن الكفار كانوا يسجدون للشمس، كانوا يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فنهينا عن التشبه بهم، فهذا من سد الذرائع. وأيضا إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع عن الأفق، هذا الوقت الثاني. نعم. شيخ، هل بين هذين الوقتين من وقت؟ الآن هما أليسا متواليين؟ يدخل الثاني في الأول، لكن هذا من باب التفصيل. هذا من باب التفصيل. نعم.
وعند قيامها حتى تزول. الوقت الثالث عند قيام الشمس في وسط السماء على الرؤوس حتى تزول إلى جهة المغرب. فإذا زالت عن وسط السماء يعني عن الرؤوس إلى جهة المغرب زال النهي ودخل وقت الظهر. نعم. ومن صلاة العصر إلى غروبها. نعم، الوقت الرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لا تجوز الصلاة في هذا الوقت. نعم. والخامس، وإذا شرعت فيه حتى يتم. الخامس إذا شرعت في الغروب حتى يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند غروب الشمس، لأنها حينئذ يسجد لها الكفار، قد نهينا عن التشبه بهم، وهذا من سد الذرائع المفضية إلى الشرك. نعم. شيخ، قوله قيد رمح يعني في نظر الرائي. الرائي نعم. يقدر بينه وبين الأفق رمحا. اي نعم. حديث أن هذه أوقات نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن موتانا كذا؟ ثلاثة أوقات. أحيانا نرى الناس يدفنون جنائزهم بعد العصر. هذا يأتي، أثابكم الله. لكن لا تدفن الجنائز في ثلاثة أوقات، عند بزوغ الشمس حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول، وعند تضيفها للغروب حتى تغرب. هذه الثلاثة التي لا تدفن فيها الجنائز وهي أوقات قصيرة. نعم. الحمد لله. ويجوز قضاء الفرائض فيها. نعم، هذا بيان لما يجوز فعله في أوقات النهي من الصلوات. أولا قضاء الفرائض، من فاتته الفريضة فإنه يصليها متى ما زال عذره ولا ينظر إلى الوقت، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. هذا عام في جميع الأوقات، فيصلي الفريضة ويبادر بقضائها في الوقت الذي تمكن فيه من القضاء دون نظر إلى أن هذا وقت نهي، أو لأنه في هذه الحالة ليس وقت نهي. نعم. وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة. نعم. والنوع الثاني من الصلوات التي تفعل في أوقات النهي ركعتا الطواف، لأن ذلك متعلق بالطواف، فمتى طاف بالبيت سبعة أشواط فإنه يستحب له أن يصلي ركعتي الطواف في أول وقت في أي وقت من الأوقات دون نهي عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. نعم. نعم. لما مر بنا يا شيخ أن النوافل تقضى، ألا يدخل في أن القضاء كله يصح ولو في النهي، قضاء الفرائض وأيضا النوافل؟ النوافل لا، الفرائض. نعم. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. الثالثة، النوع الثالث مما يصلى في أوقات النهي إعادة الجماعة. مثلا أنت صليت العصر، دخل في حقك وقت النهي، لكن لو جاء واحد يبي يصلي لحاله وتبرعت وصليت معه تكون لك نافلة وتنعقد بكما الجماعة، فهذا يجوز وإن كان في وقت نهي بالنسبة لك. الحمد لله. نعم. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. أما التطوع بغير هذه الأنواع المذكورة، ركعتي الطواف أو قضاء الفريضة، فإنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والنهي يقتضي التحريم، هذا هو الأصل. والنوافل تنقسم إلى قسمين: نوافل مطلقة فهذه لا شك أنها لا تجوز في هذه الأوقات،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، فلا يجوز فعلها فيها. النوع الثاني نوافل معلقة بأسبابها، مثل تحية المسجد، هذه معلقة بدخول المسجد متى دخل، ومثل صلاة الكسوف، قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منهما ذلك، يعني الكسوف، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وهذا عام في جميع الأوقات لأنه سببه الكسوف. وكذلك ركعتي الطواف أيضا ذات سبب، لأن سببها هو الطواف بالبيت. فالعلماء على قسمين، منهم من منع التنفل في هذه الأوقات الخمسة مطلقة، ما له سبب وما ليس له سبب لعموم النهي، لعموم النهي. وبعض العلماء على العكس يقول يستحب صلاة النوافل التي لها أسباب عند وجود أسبابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند وجود تلك الأسباب ولم يقيده بوقت دون وقت، فيكون مخصصا للصلاة في هذه الأوقات، بأن المراد الذي ليس له سبب، وأما ما له سبب فإنه يجوز. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. هذا باب عظيم يتعلق بالفريضة، وهو صلاة الجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الاجتماع والتآلف والتراحم والتعارف فيما بينهم، وذلك يتم عن طريق اجتماعهم للصلاة في المساجد. وأيضا صلاة الجماعة يحصل بها طرد الشيطان عن المصلي، فلا يوسوس له، لأن الشيطان يتسلط على صلاة المنفرد، وأما من يصلي مع الجماعة فإن الشيطان يبتعد عنه. فصلاة الجماعة فيها فوائد عظيمة، وقد شرع الله الاجتماع لأداء العبادات في أحوال كثيرة، شرع الاجتماع للصلوات الخمس في المساجد في اليوم والليلة 5 مرات يجتمعون في المساجد لصلاة الفريضة خلف إمام واحد، وشرع لهم الاجتماع الأسبوعي وهو الاجتماع لصلاة الجمعة في كل أسبوع، وشرع لهم الاجتماع السنوي لصلاة العيد، لصلاة العيد يجتمعون في صعيد واحد جميع أهل البلد، وشرع لهم اجتماعا أعظم وهو الاجتماع للحج إلى بيت الله الحرام. فدل هذا على أن الإسلام دين الاجتماع والتآلف ووحدة الكلمة بين المسلمين، وأن التفرق والاختلاف مما يتنافى مع متطلبات الإسلام، ومن ذلك ما نحن بصدده الآن وهو صلاة الجماعة. صلاة الجماعة للفرائض واجبة، وأما صلاة الجماعة للنوافل التي وردت أنها تصلى جماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح فهذا أفضل، صلاة الجماعة فيه أفضل. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا ما سمح به وقت اللقاء من شرح شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان لزاد المستقنع في اختصار المقنع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.